نظم وألعاب هيا بنا يا أصحاب بلايبي. مرحبا، هذا أنا بلايبي. نحن في معهد ويناتشي ريفر في ليفنورث في واشنطن. أجل، وهو مركز تعليمي عن البيئة. هو اليوم سأستعمل بصحبتكم هذا المنظار للعثور على الطيور. هل تحبون الطيور؟ وأنا أحب الطيور أيضاً. في أثناء بحثنا ربما نعثر على أشياء أخرى جميلة جداً. هيا بنا. مرحباً، أنا أستعمل هذا المنظار من أجل العثور على الطيور. هل تحبون الطيور؟ نعم، وأنا أيضاً. قا قا تشب 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 تشب. الطيور رائعة، أليس رائعاً أن نستطيع الطيران؟ بلى. هاي، انظروا إليه، هذا منظاري الخاص بي. أجل، أنا أستعمله حتى أتمكن من رؤية الطيور من مكان بعيد. إنه يشعرك بأنك قريب كثيراً من الطائر، والهدف من ذلك أن نمنح الطيور مساحتها الخاصة، لكن يمكننا رؤيتها من بعد. هل ترون طيوراً هنا؟ أوه، رائع! ها هو ذا، أترونه؟ واو، أتعلمون ما لون ذاك الطائر؟ أوه، نعم أحسنتم، إن لونه أصفر. واو، إنه طائر جميل جداً. هاي، لدي فكرة، سأفتح الآن دليل الطيور لأعلم ما نوع ذلك الطائر. هذا ليس هو. وليس هذا. نعم، ها هو ذا، الطائر الذي رأيناه. إنه طائر الحسون الأمريكي. واو، لطيف جداً، ولونه أصفر أيضاً. هاي، ذكر هنا أنه يمثل شعار ولاية واشنطن، الولاية التي نحن فيها الآن. نعم، في ليفنورث. واو، حسناً، طوله 5 إنشات، 13 سنتيمترات تقريباً. صغير ولطيف. تضع الأنثى بين 4 بيضات و6. حسناً، لنتابع. يأكل البذور والحشرات أيضاً. يوم. حسناً. أوه، ذكر في الدليل أنها تعيش دائماً تقريباً في أسراب صغيرة. واو، هذا يعني أن هناك أكثر من واحد منها. هذا أمر ممتع. ويهاجر الطائر مع 20 طائراً تقريباً. واو، معلومات ممتعة. حسناً، والآن هيا لنكمل هذا الاكتشاف. لا أستطيع العثور على مزيداً من الطيور. ها، وأنتم هل ترون أي طائر؟ رأيتم طائراً حقاً؟ أين؟ أوه، أحسنتم، إنه هناك. واو، هل تسمعون؟ رائع، لا شك أنه طائر نقار الخشب. أحب نقار الخشب. سأبحث في دليل الطيور عن معلومات عن طائر نقار الخشب. واو، إنه طائر مدهش جداً. حسناً، سأبدأ البحث. أوه لا، ليس هذا. أوه، نعم، هذا الطائر يشبهه. هذا من نوع نقار الخشب الأزغب. واو، طوله 6 إنشات، أي 15 سنتيمترات تقريباً. هو ينقر الشجرة بحثاً عن الحشرات، أو ليصنع لنفسه مسكناً. واو، تضع الأنثى بين 3 بيضات و5. حسناً، يأكل الحشرات والبذور. نعم، الحشرات والبذور مفيدة له. واو، إنه طائر رائع حقاً. لحظة، لدي فكرة، ما رأيكم في أن أستعمل منظاري لأنظر إليه من كثب؟ ها هو ذا. واو،
إن النقار الخشبي شكله جميل جداً. واو! أوه حسناً! لنعده إلى مكانه ونكمل البحث عن مزيداً من الطيور. وداعاً! واو! أليس أمراً ممتعاً العثور على كل هذه الطيور معاً؟ بلى! أحب الطيور كثيراً. هاي شاهدوا هذه. واو! هذه شجرة صنوبر. إن بعض أنواع الطيور تحب الوقوف على شجر الصنوبر هذا. أوه، هل من طيور على هذه الشجرة؟ لنرى. سأستعمل المنظار الآن. لنرى ما هنا. أوه، رائع! ها هو ذا، رأيت طائراً. أترونه؟ واو! لكن ما لون الطائر الذي هناك؟ نعم، أنا أظن أن رأس الطائر أسود اللون، وفيه قليل من الأبيض، وأيضاً لون رمادي. حسناً، حتى أعلم نوعه، سأستعين بدليل الطيور الذي معي. هو الآن. لنبحث. ليس هذا. لا، ولا هذا. لنرى ما هنا. أنواع الطيور مختلفة. أظنني عثرت عليه. نعم، ها هو ذا، طائر القرقف أسود الرأس. واو، إنه طائر لطيف. واو، طوله 5 إنشات، أي 13 سنتيمترات. لنكمل. إذن لنكمل، تضع الأنثى بين 5 بيضات إلى 7. عدد جيد من البيض. حسناً. أيضاً ويجب أن تأكل هذه الطيور في كل يوم من أيام فصل الشتاء. واو، قدراً كبيراً من الطعام. واو، ربما تعثرون عليه في حدائق منازلكم، وهذا ممكن في ولاية واشنطن. واو، هو طائر واسع الانتشار. واو، طائر رائع. واو، لقد استمتعت كثيراً بالاكتشاف والعثور على الطيور المختلفة. هل ترون طيوراً هنا؟ نعم، لم أرى شيئاً. هيا نستعمل المنظار لنلقي نظرة من كثب. حسناً. ها هو ذا. رائع. واو، نعم، هذا طائر جميل جداً. والآن حان وقت البحث في دليل الطيور لنعلم ما نوع هذا الطائر هناك. لنرى. ليس هذا ولا هذا. نعم، ها هو ذا، يسمى طائر الأرز شمعي الجناح. واو، إنه طائر مميز حقاً. واو، طوله نحو 7 إنشات ونصف، تقريباً 19 سنتيمترات. لنكمل، تضع أنثى الطائر بين 4 بيضات و6. عدد جيد من البيض. حسناً، ويأكل أكواز الصنوبر والفواكه وحتى الحشرات. واو، إنه طائر رائع. أحب طائر الأرز شمعي الجناح. سأعيد الدليل إلى مكانه وندع الطائر وشأنه، ونذهب نحن لاكتشاف مزيد. تعالوا. من الممتع يا أصدقائي العثور على تلك الطيور بصحبتكم. هل تحبون الطيور؟ رائع! قا 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 قا. الطيور رائعة جداً، يعجبني أن لها أجنحة وريشاً. مهلاً، لدي شيء ممتع آخر سنفعله اليوم معاً. حسناً، شاهدوا هذا. إنها الأدوات التي نحتاج إليها لصنع بيت طائر مع تلوينه. إذن أولاً سنستعمل قطعة الخشب، ثم نضع عليها هذين الجدارين. نعم، ممتاز، لقد انتهينا.
والآن سنضع الباب الأمامي. أوه سأثبته جيداً. أوه ها قد انتهيت. واو ممتاز، انظروا. أوه مرحباً، ما هذا؟ نعم هذا شكل قلب. واو إذن سيدخل الطائر إلى هذا البيت خلال شكل القلب الذي هنا. حسناً سنضع الباب الخلفي الآن. هيا بنا، سأثبته. أوه ممتاز، سأحاول. هذا صعب لكن نجحت. حسناً ها قد انتهيت. ما الذي ينقصه؟ نعم السقف. إذن الآن سأضع القطعة الخشبية الأولى هنا. وضعتها، ثم سأضع هذه القطعة الثانية. شاهدوا هذا، صار لدينا بيت طائر. حسناً، والآن علي أن أربط هذا الخيط في الأعلى. أترون الخيط؟ إن أدخلنا الخيط في هذه الفتحة ثم ربطناه جيداً، استطعنا وضع بيت الطائر على غصن أي شجرة. نعم، ثم إننا نستطيع تعليقه أيضاً على جذع شجرة، وبهذا العمل تحظى الطيور اللطيفة ببيتها الخاص. يبدو مريحاً ودافئاً. واو حسناً، نحن لم ننتهي بعد، يجب علينا تلوين بيت الطائر. لدي فرشاة التلوين وبعض الألوان. انظروا إليه. واو إذن لنغمس الفرشاة في هذا اللون. أخذنا بعض اللون البرتقالي، والآن سأكتب هنا حرفاً باللغة الإنجليزية. هاي ما اسم الحرف الذي أكتبه؟ يبدو أنه I أو L، لكن لم أنتهي. انتهيت. نعم أحسنتم، كتبت حرف V بداية كلمة طيور. ولكن بالإنجليزية وتقرأ birds. حسناً سننظف الفرشاة. والآن كتبنا حرف B هنا، إذن لنرسم شيئاً هنا لنرى ما سنكتبه هنا. هذا ثاني اللونين المفضلين لدي، وأنا أحب كليهما. وهما الأزرق والبرتقالي. هيا بنا. حسناً سأكتب حرفاً آخر بالإنجليزية. إذن هيا بنا. هل عرفتم الحرف؟ نعم يبدو أنه I أو L ثانية. واو نعم كتبت حرف B. رائع، بداية بليبي بالإنجليزية. واو B من كلمة بليبي وبي من كلمة بيردز. حسناً الآن حان الوقت لنعثر على غصن شجرة يناسبه، وحينها يصير للطائر اللطيف بيته الخاص. هيا بنا. واو انظروا إليها، أظنها الشجرة المناسبة لبيت الطائر هذا. واو هذه شجرة صنوبر، هل ترون إبرها الطويلة؟ نعم بعض أنواع الطيور تحب الوقوف على أشجار الصنوبر. إذن لنضع بيت الطائر الذي صنعناه هنا. يبدو هذا الغصن مناسباً لتثبيته. نعم انظروا إليه. واو ألا يبدو بيتاً مريحاً وبيتاً دافئاً أيضاً؟ بلى أظنه مريحاً. لو كنت طائراً لأحببت السكن داخله. حسناً وصلنا إلى نهاية الحلقة، لكن إن أردتم مشاهدة مزيد فكل ما عليكم هو البحث عن اسمي. أيمكنكم تهجئته معي؟ B-L-I B-P-I بليبي. أحسنتم عملاً، الآن سأذهب إلى البيت.
أوه، لا يتسع لي.